السلام عليكم، مرحبا بكم في واحد الفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نديرو جوله في القطب المالي. الجوله نديروها في القناه الثانيه، بغينا نعاودو نلوحو فيها شويه يعني باش يكون واحد التنوع شويه فيها، راه حتى هي ما فيهاش فيديوهات بزاف. يعني اصلا نديرو القناه الثانيه ونلوحو فيها الفيديوهات، ماشي نخليوها بلا كونتون يعني تكون خاويه. ندخلوا من هنا، راه واخا مديرين هذيك اللعيبه انتير ولكن اصلا الطريق راه كاع ما خدام. دار السيد طريق عامره، كما يخلوك جدوز. الله صار صدوق على كانوا تيجيو لها صحاب الماطر يبقاو كابري وما يسدوها، ولكن اصلا راه هي غادي تحل من بعد. ما كاينش قنصليه هنايا، راه الله تتبنى نرى اللي مرة الحي الحسن. أبقاو جولة ديالها في القناة الأولى، غنديرها لكم في المقترحات. صراحه شي بحال هاي كوليج لي سي يعني جامعه بزاف ديال الحوايج. شي راه كامل باغي تبنى تا هو اللي علينا. هذا راه واحد المول هنا قال لك راه مول بحال مروكو مول. والله انفاس مول والباص وايديز. هذا غادي مدينة الرحمة، ما اخاوي ما تيهش المسافرين، شفنا الهيئة باش ندوزو من ممر جيري. تشوفوا هاد المول هنا راه كاين بزاف. مطاعم شي لعيبات كما تقول، راه كبير بزاف يعني ضخم. باقة تبنى الجردة تا هي واقيلا بغاو يفتحوها هادي شي زوان.
الفخار ديالي على اليمين ديالنا. هذا هو الاخر ديال الحفظ النيل، هذا عمارة كبير، وهذا هو الفخار على اليمين ديالنا. انا غادي تنتهي الجولة ديالنا، ما تنساوش لايك وسبسكرايب.